بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بالفيديو رقم 2، بتكون من 10 أسئلة من سؤال 12 إلى 21 من المجموعة 1 إلى 51 على العنوان الرئيسي اللي هو سكشن 1 Technology Enabled Finance Transformation. شو يعني؟ يعني التحول من استخدام الأنظمة القديمة يلي ما فيها تكنولوجيا متطورة وارتفيشال انتليجنس إلى أنظمة جديدة متصلة اتصال ما كان لا على البال ولا على الذهن زي ما بيقولوا. كل فروع الشركة متصلة بعضها مع بعض من خلال الـ ERP system، من خلال وسائل الاتصال المختلفة devices انترنت، كل وسائل الاتصال، شركات فروعها، الوحدات الإدارية، كله متصل مع بعضه. يدخل القيد في الصين ويظهر القيد في ألمانيا أو في أمريكا. إذن المعنى تبع Technology Enabled Finance بالتأكيد هناك أموال، هناك حركات مالية، هناك عمليات بيع وشراء، هناك سجلات محاسبية، كل ذلك يظهر من خلال التكنولوجيا التي تساعد في عملية التحويلات المالية، في عملية القيود المحاسبية، في كل نشاط من أنشطة الشركة. الترانسفورميشن تعني أنه تم التحول مما كان سابقا إلى ما هو موجود حاليا واللي حكيناه. طبعا الوحدة 16 من Part 1 CME 2020، عنوان الوحدة Systems Development and Data Analytics، تطوير الأنظمة وكذلك تحليل البيانات. وخلينا نبدأ بالسؤال 12. سؤال 12: Errors are most costly to correct during. تصحيح الأخطاء تكون مكلفة جدا خلال البرمجة programming conceptual design، التصميم النظري أو تصميم المفاهيم التي يجب تطبيقها بالشركة لوضع نظام مالي وإداري متكامل، أو خلال مرحلة التحليلات لوضع نظام design، أو خلال implementation. طبعا البرمجة معروفة أن واحد مبرمج بحط البرنامج اللازم لعملية مدخلات البيانات ويتم تشغيلها ويتم إخراج مخرجات معينة حسب البرنامج، والبرنامج المبرمج بقعد مع الناس اللي في الشركة، المحاسبين والإداريين والتسويق ووضع لهم البرنامج المناسب. إذا هناك في أخطاء في البرنامج لن يؤثر ذلك كثيرا، سرعان ما المبرمج بيصحح ذلك الخطأ. في الديزاين اللي هو الديفلوبمنت او الديزاين خلينا نسميه conceptual design، كذلك اذا كان في خلل يتم تصحيحه زي الاناليزيس، تحليل بيانات اذا كان في خلل يتم اعادة التحليل او تصحيح التحليل. اما الامبلمنتيشن فهو شبيه بانه انت اعطيت السائق السيارة وقلت له تفضل امشي في المدينة، بعد ما برمجته، بعد ما شرحت له، بعد ما فهمت التصميم تبع المدينة، لا الآن امشي في المدينة. وبالتالي إذا عمل مشكلة في المدينة يعني life implementation، يعني life معناته أي خطأ قد يكون كبير جدا وتصحيحه وإصلاحه مكلف جدا. أوكي، إذا الجواب المناسب هو implementation دي. Errors can be corrected most easily. الأخطاء من الممكن تصحيحها بسهولة and clearly بوضوح when they are found at an early stage of the system. عندما يتم إيجادهم في المراحل المبكرة من النظام System Development. هاي System Development. شو يعني؟ Requirement Analysis, Design, Implementation, Testing and Evaluation. جبت الرسمة هاي لنوضحها شو يعني System Development، نفس الإشهور.
هذا سيستم ديفلوبمنت. اوكي، سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل. هيا ديزاين، قبل ديزاين بعدين اناليزز ايفالويشن، سوري الاتجاه اناليزز ديزاين امبلمنتيشن تيستينج اند ايفالويشن. شوفوا الاسهم كيف ماشي، هنا نفس الاشي ريكويرمنت اناليزز بيجي هون زي الاحمر، بعدين ديزاين، بعدين امبلمنتيشن، هيو ديزاين بعدين امبلمنتيشن بعد الديزاين، بعدين تيستينج، هي تيستينج، بعدين ايفالويشن، هي ايفالويشن نفسه. وانما هون مكتوب انه سيستم ديزاين لايف سايكل سوفت وير اند سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل اس دي ال سي. طبعا هذه الجزئيه انا كمان حاطط معلومه هون انا عملتها لحالي، يعني من معلومات الكتاب للبدو يطلع، نفس القصه، واحد ديفينيشن ديزاين ديفلوبمنت، تمام، امبلمنتيشن مينتيننس، اند نرجع لها الديفينيشن من جديد. اذا خلينا نمشي بالمعلومه تبعت الكتاب، هيها ستيج اوف سيستم ديفلوبمنت. هاي their correction becomes more costly as the life cycle progress. التصحيح لتلك الأخطاء سوف يكون أكثر تكلفة كلما مشينا باللايف سايكل، كلما مشينا لايف يعني الامبلمنتيشن، because implementation is the last stage of the process listed. هاي implementation، هاي implementation، هاي analysis design and implementation. بعد ما يصير implementation أكيد في أخطاء، بعملوا testing evaluation، نفس القصة هون، هيا definition design development and implementation، كلهن تقريبا بنفس المعنى. إذن because implementation is the last stage of the process listed، آخر مرحلة من عملية البروسيس. طبعا هي هون مش آخر مرحلة، هاي implementation، لكن لسه في maintenance. أيه هون حسب النص تبع الكتاب، errors are most costly to correct when discovered at the time or at the implementation stage. أكثر تكلفة في منطقة الimplementation. بس الجواب عندنا دي، هاي المعلومات هاي دائما أنا بستفيد منها بشتغل عليها، وبالتالي بدي أعملها كابي، هيها كابي، لأن يمكن أحتاجها بحالة من الحالات بصير أدور عليها، لا بعملها كابي وبشتغل عليها في الأسئلة اللي بعديها. إذا الجواب عندنا دي لسؤال 12. سؤال 13 هيها موجودة، the process of monitoring evaluating and modifying a system as needed is referred to as. إذا الرقابة وتقييم وتعديل the system، لما منقيم نجد أن هناك أمور بحاجة إلى تعديل، as needed كما يجب أن يكون is referred to as system analysis. أكيد لا، هاي system analysis. هاي السيستم اناليزيس، هنا ما في اناليزيس، وانما هنا في اناليزيس. هاي ريكويرمنت اناليزيس، هاي الاناليزيس تقريبا وكأن الخطوه الاولى. اوكي، هاي اذا سيستم اناليزيس تحليل البيانات، سيستم فيزيبيليتي ستدي دراسه الجدوى من النظام الموجود اللي بدنا نحطه، سيستم مينتيننس يعني الحفاظ على كفاءه السيستم على شغل السيستم، يعني المينتيننس السياره ليش تعملها مينتيننس؟ مشان تظل السوق. اذا السيستم مينتيننس هو عباره عن صيانه، هي السيستم مينتيننس هيها عندي حسب الكتاب، نص الكتاب، خليني هذا هي مينتيننس، هي بعد الامبلمنتيشن maintenance system implementation. اذا وين بنلاقي في الرقابه؟ اذا بالmaintenance، والتقييم بالmaintenance، والmodifying بالmaintenance. تخيل maintenance للسياره، maintenance للعماره، maintenance للبيت، صيانه البيت، تفحص الدهان، تفحص كفاءه الجدران، تفحص مش عارف، بدناش ندخل بالتفاصيل. اذا السيستم
اذا المينتننس هي عباره اللي فيها مونيتورنج ايفالويتنج اند موديفاينج. اتذكر اي مينتننس مشان تقدر تجاوب صح. اذا الجواب عندنا سي لسؤال 13، هاي سي. System maintenance must be undertaken by system analyst. إذن محلل البيانات هو الذي يقوم بعملية المينتنس، بظل يحلل بالبيانات. And application programmers، المبرمجين تبع التطبيقات، دائما هذولا بيحافظوا على system maintenance، على أنه system يشتغل كما يجب أن يكون. Continuously بشكل مستمر throughout the life of the system، خلال فترة السيستم. اللايف تبعت السيستم خلال فترة عمل السيستم. طيب maintenance is the redesign of the system and programs to meet the redesign. maintenance يعني شو؟ اتذكر maintenance البيت، maintenance السيارة. redesign انك انت بتعمل overhaul يمكن من maintenance، او بلاش بتغير زيت، بتقيس الكذا، يعني شغلات معينة مشان تقدر تستذكر انك كيف بدك تجاوب. اوكي is redesign of the system and programs to meet new النظام والبرامج to meet new needs لمواكبة حاجات جديدة قد تظهر في المستقبل or correct design flaws أو تصحيح عيوب موجودة في النظام في الديزاين. هاي يو ديزاين definition design development implementation and maintenance. ترجع للديزاين بتعدل فيه مشان تطلع معانا النتائج يجب كما يجب ان تكون بالimplementation. Ideally these changes should be made as part of a regular program of preventive maintenance. هذه التعديلات يجب ان تعمل كجزء من a regular program of preventive maintenance، وكأنه برنامج بشكل منظم، شهر شهرين، يوم يومين، اسبوع اسبوعين، كل اسبوع، كل شهر، whatever المدة is، بحيث انه نعمل صيانة منعية، صيانة تمنع حدوث الخلل. كثير في ناس بيستنوش السيارة حتى تخرب، بيعملوا صيانة، بيغيروا قطع قبل ما توقف السيارة على الطريق. والسيستم نفس الشيء، بدك تعمل له صيانة قبل ما يطلع لك بنتائج مش كويسة، مش مناسبة. اوكي اذا هذه قضيه المينتنس. اذا بريفنتيف مينتنس، مينتنس لتمنع حصول اخطاء معينه. تمام. طبعا احنا هذه الجزئيات مش ضروري نشوفها كلها، وانما يعني بنذكر انه هذه جبتها انا من النت، بس لا تنسى وانت تقرا تشوف اتجاه السهم، اناليزس بعدين ديزاين بعدين امبلمنتيشن بعدين تيستينج بعدين ايفالويشن. اوكي طيب اللي بعديها طبعا سؤال 13 جوابه سي سيستم مينتيننس اللي بصير فيه المونيتورينج ايفالويتنج اند موديفايد. اوكي هيهم 14 ان انفورميشن سيستم، انفورميشن سيستم بروجكت مانجر مدير مشروع انظمه او نظام المعلومات از كرنتلي ان ذا بروسيس هو حاليا في عمليه اوف ادينج سيستم اناليست بده يضيف موظف اسمه محلل محلل أنظمة to the IS staff للستاف تبع الانفورميشن سيستم، وهو مدير المشروع بده يضيف واحد اللي هو سيستم أناليست. The new system analyst هذا الموظف الجديد will be involved سوف يكون له علاقة أو يتدخل with testing the new computerized system سوف يقوم بفحص الأنظمة الجديدة التي تعمل من خلال وجود أجهزة كمبيوتر، يعني كمبيوترز مش مانوال. At which stage of the system development life cycle will the analyst be primarily used؟ إذا بأي مرحلة من السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، هيها سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، خليني أبعد هاي من هون. سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل هي التلخيص تبعها System Development Life Cycle. هيا Will the analyst be primarily used؟ هذا اللي هو System Analyst وين بده يكون مستخدم في أي مرحلة؟ الـ Cost Benefit Analysis تكلفة منفعة اللي هي شو بسموها الـ Feasibility Study. Requirements Definition هي Requirement Definition or Requirement Analysis
لأن هون في عندي ديفينيشن تبع الكتاب، هاي ديفينيشن تمام. فلو تشارتنج اند ديفلوبمنت، فلو تشارتنج اند ديفلوبمنت، وين في ديفلوبمنت؟ هاي في عندي هون طبعا تبعت الكتاب، المادة تبع هاي هي الدورة تبعت الكتاب اللي هي شو؟ اللي هي سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل، سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل. هذه ديفينيشن تبدأ ديزاين ديفلوبمنت امبلمنتيشن اند مينتيننس، وصاحبنا هذا اسمه سيستم اناليست، محلل الأنظمة. إذا في أي مرحلة من المراحل اللي حيشتغل فيها يعني ما في غير ديفلوبمنت، تطوير تطوير. الديفلوبمنت موجودة عندي هون، هاي الديفلوبمنت تطوير ما قبل الامبلمنتيشن بالتطوير. أوكي إذا طبعا هذه أنا جبتها تبعت الكتاب لأنه أنا بدي أتناغم أو بدي أنسجم مع إجابات الكتاب. هذه ما فيها تطوير، لكن أكيد بالديزاين في تطوير، الديزاين هو تطوير. إذا ما هو الجواب المناسب لسؤال 14؟ أكيد الجواب عندنا دي، هذه دي. The system development life cycle approach، هيها system development life cycle approach is the oldest methodology applied، هي أقدم طريقة طبقت to the development of medium، to the development of medium or large information system. ها to the development of medium، تطوير أنظمة المعلومات الوسط أو الكبيرة، الصغيرة ما بدها الأمر هذا، الصغيرة لا تحتاج. أوكي يعني مثلا صغيرة معناته في عندنا نظام محاسبي لحال، نظام مخازن لحال، نظام مشتريات لحال، نظام كذا، وبعدين نجمعهم مع بعض، بس ما مربوطات. هنا بالميديوم واللارج معناته كله مرتبط مع بعضه من خلال الأجهزة ووسائل الاتصال والديفايسز. The cycle is analytically divisible into stages. السايكل هاي اللي هي System Development Life Cycle Approach، هيها هيها مقسمة إلى stages، definition واحد، design اثنين، development ثلاث، implementation أربعة، maintenance خمسة. Testing is the most crucial step in the development stage of the life cycle. إذن testing معناها فحص، هيها في عندي هون testing، هيها testing. اوكي خليني كمان اشيلها هيك واحطها هون. هاي التستنج، وكمان هاي يا سيدي ما ادري فيها تستنج هاي ولا لا، لانه الاسماء يعني انا جبت الرسمات هاي كلها مشان نقدر هايها فيها تستنج بعد الامبلمنتيشن، فيها تيستينج، وهي التيستينج بعد الامبلمنتيشن فيها تيستينج قبل الايفالويشن. اذا بقول تيستينج از ذا موست كروشال ستيب ان ذا ديفلوبمنت ستيج اوف ذا لايف سايكل، اكيد بدنا نطور معناته لازم نعمل تيستينج، لازم نفحص. اوكي اذا معناته الجواب تبع الديفلوبمنت اللي هو صاحبنا السيستم اناليست بده يفحص اثناء التطوير، من اجل التطوير بده يعمل تيستينج، وبالتالي التيستينج يندرج تحت الديفلوبمنت. هيا تيستينج، هنا ما في ديفلوبمنت. شوف الاشاره وين ماشيه، ديزاين امبلمنتيشن تيستينج. تيستينج ليه؟ من اجل انه نعمل ايفالويشن، واكيد مرات بنعمل تطوير تمام. اوكي اذا الجواب عندنا دي لسؤال 14، هذه دي. اوكي إذا العملية واضحة، شوف هون عندي analysis design implementation testing، بعدين evaluation، بعد الimplementation بصير testing، testing مشان نطور مشان نفحص. إذا الجواب عندنا دي، بدناش نكثر في الموضوع هذا. سؤال 14 دي. سؤال 15 a major disadvantage of the life cycle approach، life cycle approach هيها
system development of life cycle approach to system development is that it is not well suited for projects that are هي ليست مفصلة بشكل مناسب لمشروع واللي هو ايه structured يعني منظم بشكل مناسب large ضخم complex معقد ولا unstructured اكيد unstructured يعني هذه قضية life cycle definition design development implementation and maintenance إلها disadvantage to the system development لتطوير السيستم هاي development is that it is not so well suited اللي هي life cycle approach not well suited for projects that are unstructured يعني زي مدينة مش منظمة للسيارات ما فيهاش إشارات مرور ما فيهاش بنكيتات بتصير فوضى البشر مع الناس إذا unstructured معناته مهما حطيت لها life cycle approach أوكي معناته هذه اللايف سايكل ابروتش فيها سيئه من المساوئ ميجر سيئه رئيسيه ميجر that it is not well suited for a project ليست مفصله بشكل منظم لا المشروع اللي بدنا نشتغل عليه في داخل الشركه اذا unstructured يعني انها غير منظمه بشكل مناسب لعملية المراحل هاي خلينا نشوف الجواب دي الجواب وينها دي هذه دي طبعا هاي الرسم جبتها لكم كمان مشان تشوفوا requirements نفسها هايها لو حطيت انا يبدو لي انا قبل شوية هايها هذه نفسها هايها requirements والديزاين والimplementation وهنا مكاتب verification وmaintenance يعني بيختلف الوضع نفس الكلام يعني نفس الافكار هنا بيسموها الووتر فور فول موديل هنا لا لايف سايكل موديل نفس الافكار كيف وين تبدا واين تتجه وبعدين تعمل مينتنس اذا هاي الرسمه مش غلط انه نشوفها نفس الكلام طبعا الجواب عندنا قلنا قبل شويه الجواب تبعنا دي هذه دي اوكي هذه دي خلينا نقرا الجواب تبع دي وبعد ذلك نذهب إلى إيه؟ إلى المعلومات الأخرى. يعني معلش أنا حبيت أكثر من هذه المعلومات. The life cycle approach is best employed. هاي life cycle approach. هاي اللايف سايكل ابروتش is best employed when systems are large and highly structured شغالة لما بيكون السيستم كبير وستركتشرد منظم users understand the task to be performed by information system المستخدمين بيفهموا ما هي المهام التي يجب ان يقوموا بها من خلال انظمة او نظام المعلومات And the developers, المطورين, have directly applicable experience in designing similar system. المطورين لديهم خبرة مباشرة في كيفية تصميم هكذا أنظمة. In the life cycle process, هيها, each stage of development is highly structured and requirements are clearly defined. مراحل التطوير, development, is highly structured يجب أن تكون منظمة و and requirements are clearly والمتطلبات يجب أن تكون محددة بشكل واضح however when the task is unstructured لما التاسك المهمة مش منظمة بشكل واضح نظام الشركة مش منظم بنية الهيكل الإداري تبع الشركة الإدارات المختلفة حسابات كذا A prototyping may be better approach يعني يجب أن ننتقل إلى البروتوتايبينج البروتوتايبينج شو معناها؟ معناها النمذجة شو النمذجة؟ يعني أنت بتعمل نموذج يعني هذه وهذه ليش موجودين مع بعض أوكي بتعمل نموذج اللي هيها البروتوتايبينج
نمذجة البرمجيات، عملية إنشاء نماذج لتطبيقات برمجية مثل إصدارات غير مكتملة لبرامج يتم العمل على تطويرها. النمذجة شو يعني؟ يعني أنت بدك تبني مدينة بتعمل بالأول مدينة مصغرة، بدك تعمل نظام شركة بتعمل نظام شركة مصغر، بدك تعمل نظام ريسيفبل بتعمل نظام ريسيفبل مصغر. هذه قضية النمذجة، وهي نشاط يمكن أن يحدث في حال تطوير البرمجيات، وهي مشابهة للنمذجة المعروفة في القضايا الهندسية الميكانيكية الصناعية. تعمل مدينة ضخمة جدا تسكنها الملايين، بدك تعمل مدينة نموذج لمدينة معين في مكان معين، وبعدين تقول حنتقل إلى. نعم قد لا يعبر كثيرا لكنه مفيد، زي ما هو مكتوب هون: يحاكي النموذج مظاهر قليلة فقط من المنتج النهائي كما قد يكون مختلف تماما عنه. يعني مش 100% حيعطيك نتائج مضبوطة. إذا prototyping maybe، إذا كانت unstructured prototyping تعمل أنت نموذج. إذا الفكرة الرئيسية هون في هالسؤال اللي هو 15، الفكرة الرئيسية بقول إنه أرجع عليها: A major disadvantage of the life cycle approach. هاي اللايف سايكل أبروتش فيها سيئة رئيسية لهذا السيستم اللي هو اللايف سايكل أبروتش سيستم ديفلوبمنت، is that it is not well suited for projects that are unstructured. لا يمكن نعمل لا يمكن نعمل هذا النموذج بشكل يتناسب مع المشروع الذي هو غير منظم. كيف بدك تعمل زي هذا؟ تقول ديفينيشن، عد حرف او حدد، وديزاين تطوير، وديفلوبمنت برضو تصميم هنا وتطوير. هنا الديفينيشن يعني مرات بتيجي اناليزيس، بعدين تطوير، بعدين امبلمنتيشن، بعدين مينتيننس. اذا كان النظام اصلا في فوضى، كيف بنا نستطيع ان نعمل هذا اللي هي اللايف سايكل ابروتش؟ فهذه اللايف سايكل ابروتش كويسه، لكنها فيها ميجر ديس ادفانتج، انها لا نستطيع انه نخليها تناسب لبروجكتس اللي هو ان استراكشرد. لا يمكن انك انت تعمل ترسم الرسمه هاي مراحل التطوير، هيها مراحل التطوير، مراحل التطوير analysis design implementation testing and evaluation، إن لم نكن إحنا عندنا مشروع منظم، منظم ممتاز حتى لو لارج ولا كومبلكس، بس unstructured هذه ستؤدي إلى أنه لن تكون معبرة تماما على لا project مشروع unstructured اللي هو غير منظم. إذا هذا الجواب ل 15. بس خلينا مر على هاي System Development Life Cycle Methodologies. Software Development Life Cycle يعني تطوير البرامج are an essential part of any development process. طبعا أي تطوير لعملية، أي عملية تطوير لازم نعمل System Development Life Cycle Methodology. الدائرة and System Development Life Cycle dictates how a piece of software is developed. تفرض عليك كيف بنا نطور كل قطعة من قطع البرنامج، يجب أن تطور وتفحص tested and released to the marketplace، وتوضع بالسوق لكي تباع زي ما شفنا هون. هذه مراحل التطوير. اوكي خلينا من هاي المراحل هاي تعطيك دقة في عملية ايه؟ عملية السيستم ديفلوبمنت لايف سايكل. اي هيا اوكي سكيور سيستم ديفلوبمنت لايف سايكل هاي انشور ذات يو كرييت ان انكريديبل بيس. انت توجد incredible piece، قطعة يعني غير يعني مش معقولة of software that cannot be hacked. بدك تطلع قطعة من السوفتوير لا يمكن حدا يقدر يعمل لها هاكينج، يخترقها. هذه هي طريقة للتطوير. طيب
before choosing one of the various اللي هي SDLC اللي هي System Development Lifecycle Models available, it is essential to understand what types are available and how they can help you development process. What types, قبل ما نفهم قبل ما نطور شوفون, before choosing one of the various SDLC models. المودلز هذه اللي هي هاي هالمودلز, هذا موديل وهذا موديل وهذا موديل وهذا موديل, وطبعا هذا بمعنى جزئيات, لكن كمان الموديل على مشتريات موديل, على المبيعات موديل, على المحاسبة موديل, على البنك ريكونسيليشن موديل, على الـ شو بدي اقول لك المخازن موديل, بسموه موديول موديل, اوكي مشان نفهم الموضوع هون. It is essential to understand what types are available and how they can help your development process. Okay? By knowing what SDLC system development lifecycle is and how to implement it correctly, it is possible to succeed far beyond your expectation. يعني عندما تقوم بالتطوير بهذه الطريقة من الممكن انك تطلع بنتائج افضل مما كنت انت تتوقع. تمام؟ بدناش نطول بالموضوع, وإنما الفكرة الأساسية إنه 15 الجواب تبعنا دي ل 16. Advantages of life cycle methodology, هيها system development life cycle. Lower overall development cost when requirements change. The advantage of life cycle methodologies. لما بتتغير requirements هيها, requirements analysis, بتقلل التكاليف. معقول؟ لا مش معقول, لأنه كل ما تغيرت requirements كل ما زادت تكاليف التطوير. طيب, ability to give users a functioning system quickly. هل هذا بيعطينا قدرة على انه اليوزر اليوزرز يعني القاعدين بالبنك, هم اليوزرز تبعي نظام البنك, القاعدين بالجامعة المستخدمين لأجهزة الكمبيوتر هم يوزرز, القاعدين في مصنع البيبسي هم يوزرز اللي بيشتغلوا على الأجهزة, المشتريات لحال والمخازن لحال والمبيعات لحال وصرف الشيكات لحال والتريجري لحال ومش عارف, هذا هو اليوزرز. اذا هون بقول ability to give users a functioning system quickly, هل هذا اللايف سايكل ميثودولوجي بيعطي ability to give users function system quickly؟ لا, بده ياخذ وقت, بده تطوير, بده تيستينج, هاي مراحلنا, requirement analysis, design, implementation, testing and evaluation, قصة. إذا بي غلط. C, reduce application development time to achieve functioning system. Reduce application, يعني بيقلل وقت التطوير تبع الابليكيشن, هل هذا صحيح؟ لا, بده وقت أكبر. To achieve functioning system, لا مستحيل, هذا بده يقلل وقت التطوير, وكل العملية تطوير من التحليل إلى الديزاين إلى الامبلمنتيشن إلى التستنج إلى كذا, هذا كله تطوير, لا بيزيد مش بيقلل. خلينا نشوف الأخير, enhance management and control of the development process. إذا يعزز الإدارة والرقابة, إدارة عملية التطوير والرقابة عليها, هذا كلام صحيح. Advantage of life cycle methodologies, يعزز إدارة هذه المراحل والرقابة عليها, هيها testing, في عندنا monitoring, maintenance, ألا تعتبر مراحلها monitoring, هي maintenance, هيها maintenance. إذا أنا خليني أحطهم على جنب هذولا, أبعدهم خير ما ظني أنا أعمل كت وكبي. أوكي,
هيها analysis, design, implementation, testing and evaluation. إذا الجواب المفروض عندنا enhance management, يعزز الإدارة, and control of the development process, وعملية إيش الرقابة على عملية التطوير. الجواب عندنا D. سؤال 16 D. هذه D. The system development life cycle approach اللي هو هذا شفناه. هاي definition, design, development, implementation and maintenance. The system's development life cycle approach is the most common methodology applied to the development of large, highly structured application system. أفضل الطرق أو يعني الطريقة الأغلب للتعامل مع تطوير اللي هي أنظمة التطبيقات المنظمة structured وهايلي structured بطريقة عالية جدا بطريقة ممتازة جدا وهي large كمان. ما في غير هذه الطريقة اللي هي نتبعها, إنه System Development Life Cycle Requirements Design Implementation Testing and Evaluation. The Life Cycle Approach is based on the idea that the information system has finite life span. شو يعني Information System has finite life span؟ بمعنى هناك وقت محدد للمعلومة, that is limited by the changing needs, والتي هذا الوقت عند بوقت معين نحتاج إلى تغيير بعض المعلومات, وبالتالي اللايف تبع المعلومة بدأت تتغير. Of the organization, this cycle is analytical divisible into stages. Analytically divisible into stages. هذه السايكل هيها analytically divisible into stages, يعني بمعنى مقسومة إلى عدد من المراحل. هاي مرحلة وهي مرحلة وهي implementation وهي testing وهي evaluation. فنيا analytically خلينا نسميها تحليليا. A new system life cycle begins when the inadequacy of the current system leads to decision to develop a new or improved system. إذا نحن بصير بحاجة ل new system development life cycle لما بنصل إلى مرحلة, بنحتاج لما بنصل إلى مرحلة when the inadequacy of the current system, the current system بيكون مش مناسب to the decision to develop, لاتخاذ القرار لنطوره, وكمان مش مناسب للتطوير to new or improved system. شو معناته؟ منجيب نظام جديد, منطور نظام جديد, الحالي مش مناسب. واحنا شايفين التطور في كل, حتى الأجهزة, حتى السيارات, حتى الطرق, كلها فيها تطوير. ليه؟ لأنه ما عادت الأساليب القديمة بتنفع, وهذا ينطبق على الأنظمة المالية والإدارية. This method is a structured process for controlling the creative activity. إذا هذه الطريقة اللي هي System Development Life Cycle Approach, هذه الطريقة this method is a structured process for controlling, عملية منظمة للرقابة, لرقابة the creative activity required to devise. Creative activity بمعنى الأنشطة التي تضيف قيمة للشركة, مطلوب منها انه نصيغها, devise نصمم, design develop تطوير, and implement an information system وتشغيل وإنجاز ال information system. هذا هي هي analyze design, هي analyze design implementation testing, implementation غيرها تبعت الكتاب. هيها هي design development implementation definition design development implementation.
The process is described in varying terms by different writers. يعني بمعنى العملية وصفت بأسماء مختلفة من قبل رواد إداريين أو كتاب إداريين مختلفين. نعم، هيها هاي هون في اسم مختلف عن الاسم هذا، هاي definition هنا requirement analysis design، هاي design، ما في develop، هنا في development، هنا في implementation، هون في implementation، هون في development in between قبل. اوكي، هذا قصده. By the nature, but the nature and sequence of the steps are essentially the same. فالعملية حتى لو تغيرت المسميات العملية تبقى نفسها. اوكي؟ لو تغيرت المسميات تبقى العملية نفسها. هيا تغيرت العمليات تبقى، تغيرت المسميات تبقى النتيجة واحدة، تبقى العملية نفسها تطوير. اوكي؟ Life cycle methodologies provide enhanced management and control of the development process because they provide structure of creative process. إذا هذه العملية هي عبارة عن شو؟ هيا methodologies، هيا provide، هيا system development life cycle approach، enhanced management and control of the، عززت إدارة ورقابة عملية التطوير development process. تطوير اللي هو التطوير، انه نبدا بتحليل البيانات ثم وضع تصميم ثم implementation ثم ثم. Because they provide structure for a creative process. They provide a structure for a creative process by dividing it into manageable steps and specifying what must be produced in each phase. Because they provide a structure for the creative process. تركيبة، نظام معين لأي عملية تضيف قيمة للنظام الجديد اللي احنا بدنا نحطه. By dividing it into manageable steps. تقسيمها إلى عدة مراحل قابلة للسيطرة وقابلة للإدارة وخاضعة للإدارة and specifying وتحديدا او قابل للتحديد what must be produced in each phase، ماذا يجب ان نخرج من كل مرحله من المراحل، هذه فيز وهذه فيز وهذه فيز وهذه فيز، وكمان في داخل الفيز في عده من الفيز، يعني الديزاين بس ديزاين في مراحل جوا، والريكويرمنتس هذه ريكويرمنت اناليسيس وامبلمنتيشن والى اخره. اوكي، اذا الجواب تبع السؤال، ما ادري السؤال 16 الجواب تبعه دي. سؤال 17، after reviewing the end user computing EUC، end user computing يعني اللي قاعد على الجهاز يعتبر end user، موظف المحاسبة end user، موظف receivable end user، موظف البيبل end user، موظف المشتريات end user، موظف المخازن end user، policy of an organization للشركة، an internal auditor audits the actuarial function، المدقق الداخلي يقوم بتدقيق عملية احتساب الشيء له علاقة بالتأمين وتاريخ الحياة ومدى الحياة والعمر والأمراض والمش عارف شو كذا، هذه الأكتواريال، الأكتواريال يعني لها علاقة بالتأمين، حسبة خاصة لها علاقة بالضمان الاجتماعي كمان بالتأمينات الاجتماعية. And notices that، ولاحظ أن some minimum control requirements are missing، إنه في عمليات رقابية في هذا الموضوع تبع الأكتواريال function are missing مش موجودة، يعني في أمور يجب أن تكون موجودة مش موجودة. مين اللي اكتشف ذلك؟ الانترنال اوديتر. Which of the following is a risk of using potential incorrect end user developed files؟ أي من التالي هو عبارة عن خطر من استخدام ال incorrect end user developed files، بمعنى أنه ملف تطويري أو خاص بالإند يوزر يكون غير صحيح. Which of the following is a risk of using potentially incorrect؟ يعني إنك تعتمد على ملف خاص بالإند يوزر غير صحيح.
إذا في ريسك. خلنا نشوف إيه. Management places the same degree of reliance on the files as they do on files generated from mainframes. يعني بتطلع على الفايل، بيجي على فايل الاند يوزر ولقى فيه خلل معين، قال أيوه الشركة كلها غلط. هل هذا صحيح؟ هذا ريسك، بقول لك هل هذا ذولينج از ريسك اوف يوزينج بوتنشال انكوركت اند يوزر ديفلوب فايل، انه يعني يتطلع على الفايل تبع الاند يوزر تبع قسم المشتريات او قسم المبيعات او قسم كذا او قسم كذا، يقول كل المين فريم تبع الشركه غلط. يقيس زي مثلا يقيس مدينه على دوله، مدينه كلها ملخبطه، يقول الدوله كلها ملخبطه، هذا قصده. هل هذا مناسب؟ خلينا نشوف به. مانجمنت ريسيفز ليميتد information for decision making due to lack of flexibility in EUC files end user computing. يعني الإدارة تستلم معلومات محدودة لاتخاذ القرار بسبب عدم وجود flexibility في الفايل تبع الاند يوزر. لا يعني هي الاند يوزر، نفترض شخص بيشتغل في المخازن، هذا اند يوزر، فيش عنده فلكسيبيليتي بالفايل تبعه، انه يعني مش شغال كويس او في عنده معلومات ما بطلعها فلكسيبيليتي. فهل يستطيع ان يقول ان الاداره تستلم معلومات محدوده بسبب هذا الفايل؟ ما اعتقد، لانه هذا لا يعتبر مقياس، وبالتالي بي مش مناسبه. مانجمنت سي از ان ايبل تو ريسبوند تو كومبيتيتيف بريشرز كويكلي. الاداره غير قادره لترد على ضغوطات منافسين كويكلي. شو علاقته هذا بالريسك هون؟ which of the following risk of using potential incorrect user end file user end develop file. هذه ما لهاش علاقة. management is unable to respond to competitive pressure quickly. يعني انه الادارة لا تتفاعل مع ضغوطات المنافسين، منتجات كذا، تسويق كذا، ما عم تتفاعل، ما عم بتسابقهم، ما عم بتنجح بمواجهتهم، ما عم قاعدة عم تخسر بالسوق الى اخره. اذا سي مش مناسب للنص هذا. D. Management continues to incur additional cost because it takes more hours to do the tasks using AUC. Management continues to incur. الإدارة مستمرة لا تعمل، تستحدث additional cost because it takes more hours to do the task using AUC. يعني ما دام إنه هذا بيأخذ وقت أكثر، معناته الإدارة عم تتحمل تكاليف أكثر. مش بالضرورة، مش بالضرورة. إذا أنا أرى أنه يبدو لي الجواب أكثر شيء A، اللي هو management places the same degree. يعني إذا خلل في عند واحد من الاند يوزر حيقولوا المين فريم كله غلط. لا. Do on files generated from main frame system. لا. Management places the same degree of reliance. يعني تضع درجة الاعتماد على اليوزر على الفايلز on files as they do on files generated from، على الفايلز او اني فايل، زي ما بتعتمد على ايش؟ على المعلومات التي تاتي من المين فريم. زي ما قلنا قبل شوي، مدينه فيها خلل بتروح تقيسها على الدوله، لا مش بالضروره، او شارع من المدينه فيه خلل بتقيسه على الدوله. انا برايي الجواب عندنا ل 17A. End user developed application may not be subject to an independent outside review by system analyst. لاحظ end user يعني فيما يخص موظف بالمشتريات، مسؤول عن عملية إصدار أوامر الشراء. May not be subject to an independent outside review by systems analyst and are not created in the context of a formal development method. These applications may lack appropriate standards. هذه التطبيقات لا يكون فيها، قد لا يكون فيها appropriate standards، control رقابة، quality assurance procedure and documentation. ما فيها مستندات، ما فيها
كنترول ما فيها كواليتي اشورنس. A risk of end user application is that management may rely on them as much as a traditional application. إذا a risk of end user application, التطبيق الخاص بالاند يوزر ممكن الإدارة تعتمد عليه كما هي تعتمد أو تقيس نتائجه كما هي تقيس على إيش، على اللي هي التريديشنال أبليكيشن العادية اللي شغالة في الشركة. القصد من هذا السؤال أنك لا تستطيع أن تعتمد يا انترنال أوديتر، لا تستطيع أن تعتمد وتقيس ما يحدث مع الاند يوزر بشكل بتعممه على ما يحدث بالمين فريم تبع إيش، تبع الشركة كلها. لا فعلا، هلا الانترنال اوديتر لما بيطلع يدقق على واحد محاسب بقسم المحاسب حيقول كل المحاسب فارط، خربان، تعبان، ما عم بيشتغلوا. لا، ما بصير انك انت تقيس واحد المجموعة على واحد. اذا هذا الجواب ل 17 ايه. 18، which of the following is the final step before placing the system in live operation. ما هي المرحلة الأخيرة before placing the system in life. before placing the system in life، خليني أشوف أنا، يبدو لي ما أدري في عندي هنا إشي. أوكي، هاي خليني أشوف هاي before placing، يعني لاحظ هون هلا phase conversion، user acceptance testing، dynamic testing and static testing. تيستينج، هذه تيستينج وهذه تيستينج وهذه تيستينج، وفيز كونفرجن، كونفرجن يعني بمعنى تحويل مرحلي. اوكي، اذا which of the following is the final step before placing the system in live operation. dynamic testing، user، هذه بعيده، user acceptance testing، user acceptance. اذا فعلا انه انت، كنا نعيش هذه الحاله بالشركه اللي كنا نشتغل فيها، قبل ما انت تشغل السيستم وتعمله لايف وتعمل له امبلمنتيشن، بتشوف اليوزر وتقول لهم موافقين، وقع، وافق على شغلك، بيطلع لك النتائج اللي بدك اياها، وقع، انت وقع، انت وقع، مشتريات، مبيعات، محاسبه، كذا، كل المحاسبين كلياتهم وقعوا على انه البرنت اوت، على انه الشغل تبعهم، على انه النتائج تبعتهم كلياتها صحيحه والسيستم بيشتغل من وجهه نظرهم صحيح. اذا معناته اليوزر اكسبتنس تيستينج، لازم كنا نوقع، كانوا الشباب يوقعوا، كنا نوقع معهم ايه، انه البي اي اس بزنس انفورميشن سيستم اللي جاي بهذا النظام، توقع انه خلص بدنا نقوم لايف، بدنا نشتغل لايف، يعني امبلمنتيشن. اذا الجواب عندنا بي لسؤال 18، هذه بي. اي تي ماست ديمونستريت تو ذا يوزر ديبارتمنت، الاي تي انفورميشن سيستم، انفورميشن تكنولوجي، قسم الانفورميشن تكنولوجي، يجب ان يبين لليوزر ديبارتمنت اللي هو اداره اليوزر، اي واحد بالديبارتمنت، ذا سيستم بيرفورمز، انه السيستم شغال كويس، ذا ديزايرد فانكشناليتي، انه بقوم بالوظائف المطلوبه. وانس ذا يوزر ديبارتمنت از ساتيسفايد، والاداره كمان، يعني مدير الاداره بده يوقع، الموظفين يوقعوا قبليه. وانس انه الاداره التي تستخدم هذا السيستم وتتعامل معه مرتاحة with the new system، بالنظام الجديد، they acknowledge، يعترفوا، formal acceptance، قبول رسمي، and implementation begins، وتبدأ عملية التنفيذ والتشغيل. thus user acceptance testing is the final step before placing the system in live operation. إذا اليوزر acceptance اللي هي يجب أن تكون متوفرة قبل أن يبدأوا باللايف، هاي الامبلمنتيشن اللي هي اللايف، هاي implementation begins. إذا final step before placing the system in live operation، لايف يعني تشغيل، كلها بصير تدخل بيانات حقيقية وحية على السيستم. إذا الجواب عندنا بي لسؤال 18. 19، all of the following are strategies for converting to a new system except، كل ما يأتي استراتيجيات لأنك تحول من سيستم قديم إلى سيستم جديد، ما عدا parallel، أكيد parallel موازي، يعني في السيستم القديم شغال والجديد شغال.
القديم شغال لانه مشان نتاكد انه بياناته عايشين معه سنوات ووضعه ممتاز، بياناته وضعه ممتاز بس يعني مش بنفس الكواليتي هذا تبع السيستم الجديد، ولا ليش نبدله؟ لكن بيعطينا بيانات بنقارنها مع السيستم القديم الجديد، البيانات تبع السيستم الجديد بنطمئن ان النتائج صحيحه حتى لو القديم يدوي ما عندي مشكله. اوكي؟ اذا هذه منطقي. دايركت كت اوفر كونفرجن تحويل مباشر، بمعنى نوقف السيستم القديم ونبدا بالسيستم الجديد، برضه طريقه لكن مور ريسكي. اوكي؟ بايلوت كونفرجن، بايلوت كونفرجن اللي هي شو؟ ها بايلوت كونفرجن معناها از هارد وير اور سوفت وير مايجريشن، مايجريشن يعني تهجير البيانات مثل ذات انفولز رولينج اوت اللي هو طرح the new system النظام الجديد to small group of users لمجموعة من المستخدمين for testing and co-evaluation يعني مجموعة من ال receivable أو مجموعة من ال payables وفي موظف اثنين ثلاث بيشتغلوا عليها during the pilot implementation اللي هي ال pilot هيها اللي هي التجريبي the test group users can provide valuable feedback on the system to make the eventual roll out to all users go more smoothly يعني انه عمليه تجريبيه على مجموعه من الموظفين مجموعه من الانشطه يمكن جزء واحد من النشاط الاكاونت ريسيفبل حتى يتاكدوا او بلاش اكاونت ريسيفبل مجموعه من الموظفين يعني بايلوت بمعنى تجريبي كونفرجن تحويل تجريبي ما ادري هذه الوش انا جايبها هون اوكي هذه الوايت بوكس مشان الرابعه الوايت بوكس تيستينج هاي هي الرابعه شو معناها الوايت بوكس تيستينج از يوز بيكوز اوف ذا انترنال بيرسبكتيف اوف ذا سيستم الوايت بوكس كانه بتطلع على نظام محاط بالزجاج بتشوف شو عم بصير جوا لذلك سموه وايت بوكس نيم دونيتد دينوتد ذا ابيليتي تو سي ثرو ذا سوفت وير بتشوف جوا outer shell into inner its inner working يعني وكأنك قاعد عرف وتتفرج على الشغل كيف بيتم جوا also known as a glass box أو يعني صندوق قزاز is testing structural testing أو بنية testing للبنية clear box testing أو صندوق واضح testing فحص لصندوق واضح open box testing فحص لصندوق مفتوح and transparent شفافية box testing نفس المعلومات انك انت تستطيع ان ترى ما يحصل في الداخل التست internal coding تفحص الاكواد الداخلية and infrastructure البنية التحتية جوا of a software focus on checking of a predefined يركز على ايش على انه فحص لل predefined inputs يعني مدخلات محددة against expected and desired output يعني شو بتدخل شو بيطلع معك اذا هل علاقه بين بتدخله مع اللي بيطلع معك في علاقه ولا لا it is based on inner working يعني شغل داخلي of an application تطبيق and revolves around the internal structure testing وتتطلع حول العمليه الداخليه اللي في داخل السيستم programming skills are required to design test cases يعني في مهارات برمجية مطلوبة من الشخص اللي بده يشوف نظام الوايت بوكس. The primary goal of white box testing is to focus on the flow of inputs تدفق المدخلات input and outputs بطلع عندنا outputs بدك تفحص الانبوت والoutput through the software وشو بصير بالsoftware طبعا مش بتفاصيل and strengthening تقوية the security of the software اللي هي الامن والامان تبع السوفت وير يعني يكون ضد الهاكينج اوكي هذه المعلومه مهمه وكويسه انه احنا الان بنشوفها مشان الوايت بوكس تيستينج اذا الجواب عندنا اللي هو دي اللي هو سوري بي دايركت كت لحظه اكسبت لا معناته الوايت بوك تيستينج لانه هذا قرار المعروف دايركت اوفر خلص تنسى القديم تبدا بالجديد pilot conversion اللي هو النظام التجريبي بتجرب زي trial يعني for testing purposes نظام for testing purposes بتجرب عليه وبعدين بتروح تطبق على لذلك دائما البرامج لما بيبيعوها بيبيعوا معها برنامج بيعطوهم معها برنامج للتجربه للتجربه بتضلك تحاول عليه وتجرب عليه كنا نشتغل عليه بالكويك بوكس والانظمه الاخرى
اذا الجواب عندنا دي معناته وفهمنا دي شو قصتها. الوايت بوك سيستم زي صندوق القزاز، بتطلع عليه وبشوف شو بصير، شو بدخل شو بطلع، وشو جوا بصير، وشو العمليات اللي بصير، وهكذا. اذا وايت بوكس مش بلاك بوكس، وايت بوكس. اذا الوايت بوكس لا يعتبر، لا يعتبر استراتيجية لتشغيل او للنقل من نظام قديم الى نظام جديد، لا. اذا الجواب عندنا دي لسؤال 19، هذه دي. Information technology، تكنولوجيا المعلومات. Convergence can involve hardware، تحول تكنولوجيا، تحول تكنولوجيا المعلومات يشمل الهاردوير، الأجهزة، والأوبريتنج سيستم، أنظمة التشغيل، والداتابيس مانجمنت سيستم، أنظمة إدارة المعلومات الرئيسية الموجودة، الداتابيس تبعت الشركة، and application تطبيقات. Convergence method utilizes، يعني شو طرق التحول من نظام قديم الى نظام جديد، تستخدم الدايركت كت اوفر اللي هي فورا بنقطع القديم وبنشتغل على الجديد. بايلوت كونفرجن اللي هو التحول التجريبي. ثري فيز، فيزد كونفرجن يعني التحول بمراحل، مرحله معينه قبل ما نروح على ترايل بالانس، بعدين ترايل بالانس، بعدين حسابات الاستاذ، بعدين قصدي القوائم الماليه. اند بارالل كونفرجن، بارالل معناته نظامين شغالين، القديم والجديد شغال، نتأكد من قوة من صحة الجديد لأنه متعودين على النظام القديم، النتائج القديم. White box testing tests يعني فحص الإيش، الصندوق الوايت الأبيض، يفحص internal structures، أها التركيب الداخلية، or workings والشغل الداخلي of a program، برنامج معين، as opposed to the functionality exposed to the end user. اذا مش بالضروره انه انت بس بتطلع على الاند يوزر شو بيطلع معه، لا، بدك تشوف شو بصير جوا. This white box testing is not a strategy for converting to new system. هذه مش طريقه لا انك تحول من قديم الى جديد، لا، هذه على القديم والجديد بتتفرج وعم بتشوف، ما هيش استراتيجيه. اوكي، اذا احنا الوايت بوك سيستم قبل شوي شفناها، هيها قريناها وتمام، والبايلوت كونفرجن قريناها كمان. مكتوب هون اختبار الصندوق الابيض اللي هو نفسه الوايت بوك سيستم، هو طريقة اختبار للبرمجيات تختبر الهياكل الداخلية، الاستراكشر الداخلي، او عمل التطبيقات بدلا من الوظيفة. يعني ما بتطلع على بتقعد عند على شاب قاعد او موظف قاعد عند مثلا المشتريات او المبيعات كيف بيشتغل، لا، بدك تشوف السيستم جوا كيف شغال، او كيف تركيبته، او كيف كذا، او كيف بتمر عنده المعلومات، او سوري كيف يتم التعامل مع هذه المعلومات. سوري معلش مش حغير الفيديو. طيب اذا الجواب عندنا دي لسؤال 19. 20. Which of the following are objectives for performing tests during system development؟ performing test، كيف نقوم بعمل فحص معين خلال عملية السيستم ديفلوبمنت اللي مرت علينا قبل شوية، بدي ارجع اجيب واحدة من هاي. اوكي، system responds correctly to all kinds of inputs. ضروري. For performing test during، بدك تعمل تيست انه بتعامل مع كل الانبوتس، كيف بتعامل معها؟ ضروري. بدك تدخل انبوت صح وانبوت غلط، وتشوف system كيف بتعامل معها. قيد محاسبة صح وقيد محاسبة غلط. Systems achieve the general result its stakeholder desire. System achieves، ينجز الـ general result its stakeholder holders desire. stakeholder مين هم؟ shareholders والsuppliers والcustomers والemployees، هذول كلهم، والgovernmental agencies والregulators، هذول كلياتهم، وقلنا shareholder والpotential، اوكي، هذول كلهم مهتمين بنتائج معينة. هل السيستم بيعطيهم كل النتائج اللي هم بدهم إياها؟ ممتاز، ضروري. ثلاث، system meets the requirements that guided its design and development. يحقق
الريكويرمنتس المتطلبات التي صمم وطور السيستم من اجلها. شو متطلبات؟ شو بعطي؟ شو النتائج؟ شو كذا؟ شو كذا؟ اوكي، كلام منطقي برضه. أربعة، سيستم بيرفورمز اتس فانكشن ويذن ان اكسبتبل تايم، بيشتغل بوقت محدد، مش يقعد لي نهار كامل حتى يطلع لي حركة معينة. إذا لازم يكون سريع، أكيد سيستم كمبيوتر. إذا الجواب المفروض الأربعة كلهم صح؟ إذا الجواب عندنا دي، الأربعة هيها دي. Testing is performed during system development with the intent بهدف of identifying errors تحديد الأخطاء or other defects. أكيد لازم يحدد الأخطاء، إذا في أخطاء لازم يعرفها أو عجوزات معينة أو خلل معين. The job of testing is an iterative. Iterative مكرر، تفحص كذا وبتفحص كذا وبتفحص كذا وبتعيد فحص كذا، ترفع المبلغ وبتغير الاسم وتغير رقم التلفون وكذا، كله بفحصه. As when an one error is corrected. Okay. Process as when one error is corrected. عندما يصحح الخطأ، إذا في خطأ بيجي على المبرمج، تعال عندي خطأ معين بصحح لي اياه. It can eliminate other errors or even create new ones. إذا eliminate معناها lighten، يعني يضع الضوء على الأخطاء الأخرى، وكذلك even create new ones or create new ones. إذا هذه العملية هي عملية الفحص، الجب اوف تيستينج، يعني التيستينج هذا ما هنا تيستس ديورينج ذا ديفلوبمنت، بدك تفحص وتتأكد كل الأمور تمام. اوكي طيب، all of the objectives listed are objectives for performing test during the system development. إذا هذه يجب أن تكون أثناء التطوير وليس أثناء الامبلمنتيشن، لأنه زي ما قلنا الامبلمنتيشن إذا فيها أي خطأ، خطأ بتكون فظيع الوضع. قديش وحصلت معانا لما كان يصير عندنا خطأ، يقعد المبرمجين والمحاسبين والإداريين يقعدوا يوم ويومين وثلاثة وهم يحلحلوا بالخطأ ويلا ويلا. أوكي إذا خلال التطوير اللي هي خلال الديفلوبمنت. طيب إذا الجواب عندنا لسؤال 20 دي. سؤال 21، effective internal control for application development should provide. ها الانترنال كنترول لازم حتى يكون افكتيف، يعني يحقق الاهداف تبعته. فور ابلكيشن ديفلوبمنت، تطوير الابلكيشن اللي هي التطبيقات تبعت الكمبيوتر، شود بروفايد فور ويتش اوف ذا فولوينج، لازم يقدم لاي مما يلي. بروجكت ستيرنج كوميتي تو انيشيت اند اوفرسي، اكيد لازم يكون في ستيرنج كوميتي، هي الجهه الاداريه لتراقب اوفرسي ذا سيستم النظام. اثنين، technical systems programmer to evaluate systems software. لاحظ technical system programmer to evaluate، يعني مبرمجين فنيين للسيستم لتقييم software. effective internal control for application development should provide for which of the following. ما لهاش ما. خلينا نشوف ثلاث، feasibility study to evaluate existence. اوكي دراسة الجدوى، بدي انا مثلا انتفع اعمل منافع من خلال السيستم ب $1000، بديش ادفع 1500، شو استفدت؟ اذا feasibility study. اوكي اذا هذه مطلوبة في عملية internal control for application development should provide. طيب الأربعة، the establishment of standards for system design and programming. شو يعني؟ يجب أن تكون هناك معايير للديزاين أكيد، والبرمجة أكيد، لغة بمعايير معينة، هذه التفاصيل بيعرفوها المبرمجين بس، يعني معناته كل ينصح ما عدا هذه technical system programmer to evaluate system، ما لها علاقة هذه، يعني مبرمج نظام فني to evaluate system software حتى يقيم، ما هو هو اللي بحط البرنامج، هو اللي بحط السوفت وير، هو اللي بيرتب السوفت وير. المهم انه الجواب عندنا الثاني هذا مش مطلوب، مش مناسب، ما يتناغم مع النتيجه اللي هو الانترنال كنترول فور ابلكيشن ديفلوبمنت شود بروفايد فور ويتش اوف ذا فولوينج، ما في غير هذا. واحد وثلاثه واربعه، واحد وثلاثه واربعه معناته الجواب سي اونلي،
سي، هذه سي. effective systems development requires participation by top management. الإدارة العليا لازم تساهم، إذا steering committee. This can be achieved through steering committee composed of higher level representative of system users. تتكون من الممثلين تبعين المستخدمين، المستخدمين للسيستم وجماعة الاي تي. حلو، ممتاز، والمبرمجين وكذا. The committee approves or recommends projects and reviews their progress. إذا الكوميتي توافق وتوصي بالمشاريع وتراجع التقدم والعمل، شو صار شو صار شو. كنا نعيش هاي الحالة، يستدعونا دائما شو صار شو صار بالنسبة للستيرينج كوميتي. Studies of the economic, operational and technical feasibility of new application necessarily entail evaluation of existing existing system. إذن هون بقول كأنه بيجاوب على اللي هي رقم اثنين، يعني كأنه بيجاوب عليها إنه دراسة الوضع الاقتصادي التشغيلي and technical feasibility. دقيقة بالله، هذه الجواب على هاي feasibility، انه دراسه الوضع الاقتصادي والتشغيلي والتكنيكال فيزيبيليتي اوف نيو ابلكيشن وامكانيه جدوى او ما هي الجدوى الفنيه لنظام جديد نشتغل عليه نسسرلي انتيل ايفالويشن اوف اكزيستنج سيستم. هذا يستحق انه الامور يجب ان تدرس ويقيم السيستم الحالي، وهل نستطيع ان نذهب الى سيستم جديد. اذا الوضع الاقتصادي الفيزيبيليتي الجدوى الاقتصاديه. Another necessary control is the establishment of a standard of the system. لازم يكون معايير. System design and programming. معايير للديزاين والبرمجة. معايير معينة يجب أن يتبعها الجميع. Standard represent user and system requirements determine during system analysis. إذا المعايير هاي تمثل اليوزر and system requirements. اليوزر معناه اليوزر شو بده. شو بده طول وعرض الورق، شو بده المجاميع الفواتير، شو بده الشكل واللوجو و هذه تعتبر زيها زي الستاندرد. and system requirements متطلبات السيستم determined during the system analysis خلال عملية التحليل. اذا ما هو المطلوب من اي سيستم بدنا نشتريه وبدنا نجيبه ونحل محل يحل محل السيستم القديم او نطور السيستم القديم الى سيستم افضل. إذا الجواب عندنا للسؤال 21 سي، ثلاثة هذول اللي هي 1 و 3 و 4 2 هذه ما لهاش علاقة. إذا الجواب عندنا سي لسؤال 21، وبنكون لحد هون خلصنا المجموعة هاي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.